المنافسه اغنى فتره فنيا في حياه كابتن ربيع ياسين، الفتره اللي حسيت انك في قمه تالقك فيها مع زملائك ومع فريقك؟ 82 بدايه 82 بقى خلاص كان جه كابتن جوهري وبدا يطور شكلي الهجومي. ازاي انا كنت دايما على طول من على الخط والكروس على خط، لكن لا بدات افكر في راس حربه تاني. لو تلاحظ اهدافي كلها وشوف انتشاري وشوف التمركز وشوف شغلي الهجومي في التلت الامامي، بدات اروح في حتت معينه كان كابتن جوهري بيعلمها لي عشان اسجل الاهداف. ولو تلاحظ كل اهدافي من قدام، فبالتصويب بالشمال جبت وباليمين جبت وبالدماغ جبت حتى بالفخذ ده جبت. لا اقصده ان انا بقيت اميل للشق الهجومي واعتمد على التطور مني انا، مش كفايه اصنع لا واسجل. كابتن ربيع متهيألي اللي بيسمعك دلوقتي هيقول ايه ده، معقول الكابتن الجوهري هو اللي طور اداء كابتن ربيع هجوميا، مع ان اسم محمود الجوهري الراحل الكبير طبعا ارتبط في اذهان الناس بانه مدرب من اصحاب المدرسه الدفاعيه الممتازه والقويه جدا. الكلام ده ممكن يكون مفاجئ للناس بتسمعك. لا كابتن جوهري مدرب عالمي وعبقري، دي حقيقه، وكان بيستثمر كل لاعب بموهبته ومهارته، واخد حتتك وبيقدر يوظفها صح ويجهزه صح عشان يستفيد منه. حضرتك اول ما جه كابتن جوهري انا عملت بطوله افريقيا 82 من اقوى البطولات اللي عملتها في حياتي دفاعيا وهجوميا بحياتك، وقيس على كده بقى بعد كده، ولكن خدت منه حاجات كثيره جدا نفعتني هجوميا. يعني المدرب لما يجي يكون قاري وشايف ومطلع وشاطر جدا وذكي وبيطور الاداء في التلت الامامي. حضرتك يا استاذ محمد اللعيب الشاطر ان هو التلت الامامي اللي هو تلت المنافس اللي بيروح يفنش فيه الكوره، هو ده التلك المهم، التلت المهم جدا. لانك بتوصل خلاص النادي الاهلي فيه ميزه رائعه مش موجوده فعلا، انه بيتحول من دفاع لهجوم باقل عدد من اللمسات وبروح ينهي الهجمه بهدف. يعني يوصل 20 مره يسجل منهم، انما خد بالك احسن نادي في مصر بيفنش الهدف بيوصل وبيسجل. فمن هنا الكابتن لما طور مستر كوتي، لما كالوتشا، مستر كالوتشا، كابتن جوهري، كلهم طوروا ادائي، وانا الموهبه بتساعد.